السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم صفحة 13 من كتاب المتعلم والمتعلمة من هذا النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. الوحدة رقم 1 الجهاز التنفسي لاباغاي ريسبيراتوار. الأسبوع الثالث الحصة الثالثة أعضاء الجهاز التنفسي ووظائفها لدى الإنسان. Les organes de l'appareil respiratoire humain et leur rôle. إذن من بعد ما تعرفنا على أعضاء الجهاز الهضمي ووظائفها لدى الإنسان، في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتعرفوا على أعضاء الجهاز التنفسي ووظائفها لدى الإنسان كذلك. وغادي نبداو كما العادة دائما بملاحظة صورة الانطلاق وكذلك الوضعية الموجودة في ألاحظ جوبسيرف. إذن الصورة توضح، لاحظوا إذن هنا عملية الشهيق وهنا عملية الزفير، صورة بالأشعة للرئتين، إذا الرئتين عند الشهيق والرئتين عند الزفير. نقرأ هذا الملاحظة أو هذه الوضعية اللي كاينة في ألاحظ. لجأ رشيد بعد إصابته بزكام حاد للطبيب. إذا هذا رشيد من بعد ما تصاب بالزكام يعني الرواح، وهذا الزكام اللي هو حاد جدا، اتجه للطبيب فصور رئتيه بالأشعة لتشخيص مرضه، ودار ذاك الأشعة بالرنين أو الأشعة للرئتين، نعم، لتشخيص المرض ديالو، لكن بقيت عدة أسئلة تراوده. رغم أنه دار ذاك الأشعة أو صور الرئتين ديالو بالأشعة لتشخيص مرضه، بقات عنده بزاف ديال التساؤلات. في نظركم شنو هو سؤال تقصي اللي غادي يجي مناسب مع هذه الوضعية وكذلك متناسب مع صورة الانطلاق؟ إذا السؤال التقصي كما عودتكم كنكتبوه في ورقة مستقلة، غادي نكتبو معكم هنايا سؤال تقصي بطبيعة الحال كما في الحصة السابقة. ما هي أعضاء الجهاز التنفسي وما هي وظيفة كل عضو؟ إذن ما هي أعضاء الجهاز، إذن أعضاء ديال الجهاز التنفسي، شنو هي الأعضاء ديال الجهاز التنفسي وما هي وظيفة، ما هي وظيفة كل عضو، شنو هي الوظيفة ديال الكل؟ إذن هذوما هما أسئلة التقصي. نعم، بالنسبة للفرضيات، نعم، نفترض، إذن أفترض أن ماذا؟ أن الجهاز التنفسي، أن الجهاز التنفسي يتكون من الأنف، الرئتين، كذلك قصيبات الهوائية، قصبات، نعم احنا نديرو القصبات الهوائية والقصيبات الهوائية ايضا، كذلك الاسناخ الرئوية الى غير ذلك. اذا نقط الحذف. اذا هذو هما سؤال تقصي وهذو هما الفرضيات المفترضة. نعم، اذا بالنسبة للوظيفة ديال كل جزء من اعضاء الجهاز التنفسي، كل جزء عنده الوظيفة ديالو. اذا عبر هاد الاجهزة او المكونات الجهاز التنفسي كيتم عملية التبادلات الغازية عبر الرئة والدم. اذا باش نعرفوا هاد الفرضيات واش صحيحة ولا لا، غادي ندوزو لهاد اتحقق باش نتحققوا من الفرضيات واش هي صحيحة ولا خطأ. اذا اتحقق. نشاط رقم 1 ألاحظ مجسم الرئة في الصورة رقم 1. إذا الصورة رقم 1 عندنا مجسم الرئة، وأعبر شفهيا لأتعرف مسار الهواء داخل الجسم وأعضاء التنفس. إذا هنايا غادي نشوفوا في هذه الصورة رقم 1 وغادي نعبروا شفهيا عن المسار ديال الهواء. إذا لاحظوا المسار ديال الهواء بطبيعة الحال غادي يدخل لنا من الأنف أو من الفم، وغادي يعبر عبر ماذا؟ عبر الرغامة إلى القصبات الهوائية ثم القصيبات الهوائية إلى السنخ الرئوي، مفهوم؟ إذا أتمم الرسم 2، هذا الرسم 2 هو هذايا، غادي نحاولوا نكملوه بكتابة أرقام الكلمات التالية على الرسم هنا. إذا عندنا 1 رئة، رئة فينا هي هذه، أنف غنسرعوا عليه فينا هو، إذا 1 رئة، الرئة هي هذه، إذا رقم 1 هنا، 2 هو الأنف، الأنف هنا. إذا رقم 2، 3 الرغامة، الرغامة هي هذه، إذا الرغامة هي رقم 3، بينما رقم 4 هي القصبة الهوائية، إذا القصبة الهوائية هي هذه، ثم القصيبة الهوائية هي هذه، نعم قصيبات هوائية، ثم أخيرا السنخ الرئوي وهو هذا، نعم، إذا 6 سنخ رئوي.
إذا بدينا أولا بالرئة، ثانيا بالأنف، ثالثا بالرغامة، رابعا بالقصبة الهوائية، خامسا بالقصيبة الهوائية، وسادسا بالسنخ الرئوي. أتتبع السهام الحمراء، إذا غنتبع هذه السهام الحمراء، ثم الزرقاء في الرقم في الرسم، ثم الزرقاء في الرسم 2. إذا غنتبعوا هذه السهام الزرقاء والحمراء في هذا الرسم هذا، وأحدد المسالك التنفسية، وغنحددوا المسالك التنفسيه اللي غادي يمر منها الهواء بملء الفراغ بما يلائم. اذا غادي نحددوا المسالك اللي كيمر منها الهواء باتباع هاد، لاحظوا هنايا الهواء الداخل بالاحمر والخارج بالازرق. نعم، اذا ينفذ الهواء المستنشق، يعني الهواء الذي نستنشقه منين كينفذ؟ قلنا كينفذ من الانف او من الفم، اذا من الانف والفم. نعم، ثم يمر عبر، من بعد كيمر عبر ماذا؟ ثم عبر يمر عبر الرغامة، وإذا الرغامة وكذا هنا والقصبات والقصيبات، والقصبات هنا عبر الرغامة والقصبات والقصيبات، فيدخل إلى ماذا؟ إلى الرئة. نعم، كيدخلنا إلى الرئة. نعم، يطرح الهواء من الرئتين خارج الجسم. إذا يطرح الهواء ماذا؟ الهواء المزفر، إلى اللي ناتج عن عملية الزفير. إذن المزفر، المزفر، المزفر. إذن ينفذ الهواء المستنشق من الأنف والفم، ثم يمر عبر الرغامة والقصبات الهوائية. إذن خصنا نديرو القصبات الهوائية والقصيبات الهوائية كذلك، فيدخل إلى الرئة. يطرح الهواء المزفر من الرئتين خارج الجسم. دوزو للنشاط رقم 2 اللي هو اون فرونسي، انتبهوا معايا دائما. إذا رقم 2 أ بارتيغ دو طابلو، إذا انطلاقا من هذا الجدول هذا، جو كومبار لي بورسونتاج دو غاز كونتوني دون لير إكسبيري إي لير إنسبيري. إذا لير إنسبيري إي لير إكسبيري. إذا غادي نقارنو انطلاقا من هذا الجدول، غادي نقارنو النسب ديال الغاز اللي كاينه في الهواء المستنشق والهواء المزفر. لاحظوا هنا، هنا النوع ديال الهواء، هنا الهواء المستنشق انسبيري، لير اكسبيري الهواء المزفر. ديوكسيجين يعني ثنائي الاكسجين، هنا كاينه 21% وهنا كاينه 15%. نعم، ديوكسيد دو كربون، ثنائي اكسيد الكربون 0.03 في الهواء المستنشق، والهواء المزفر كاينه 6% ديال ديوكسيد دو كربون. بالنسبه للفابور دو، بخار الماء، كاينه فاريابل يعني متغير بالنسبه الهواء المستنشق، بينما وفير جدا في الهواء اللي مزفر. اذا هنا غادي نحاولوا نقارنوا، بطبيعه الحال المقارنه ما غاديش يكفينا هذه البلاصه باش نديروها، ولكن نحاول نقسم هذه البلاصه الى جوج باش نقارن ما بين الهواء المستنشق والهواء المزفر. نبداو بلاغ، لاغ انسبيري، لاغ انسبيري، لاغ انسبيري كونتيان دو كوا؟ كونتيان دون quantité importante. إذا الهواء المستنشق كيتكون من واحد الكمية اللي هي كبيرة ديالاش دو ديوكسيجين، دو ديوكسيجين، اي اون كونتيتي نديرها بهاد كو دو تي يعني ابريفياسيون، كونتيتي اللي هي نيجليجيا كونتيتي، واحد الكميه اللي هي مهمله ديالاش ديال دي دو سي او دو، ديوكسيد دو كربون. صافي، بالنسبه للهواء المزفر، لير اكسبيري، لير اكسبيري عاوتاني شنو فيه؟ كونتيان، شوف، اون كونتيتي امبورطانت امبورطانت دو ديوكسيد دو كربون et peu de dioxygène. D'accord. هنا هذه المقارنة. نشاط رقم 3، لي زالفيول بولمونير. شنو هما لي زالفيول بولمونير؟ هما الأسناخ الرئوية. سون غيش اون فيسو سونغان، إذا هما غنيين بلي فيسو سونغان اللي هما الشعيرات الدموية. جانديك أو فا لوكسيجين دو لاغ اون سولينيون لا فراز كوريكت، يعني غادي نقول فين غادي يمشي داك الهواء، داك الأكسجين اللي كاين في الهواء، واش غادي يمشي للدم ولا غادي يمشي للرئة؟ بطبيعة الحال غادي يمشي للدم، صافي، لأن التبادلات كنتم عبر الدم، يعني التبادلات الغازية، لو دو فين كيمشي؟ كيمشي لو سون، صافي؟ إيل باس دون لو سون. دابا غندوزو لأستخلص، هنا أستخلص ما عندكمش في الكتاب، غنكتبها لكم أنايا هنايا. إذا أستخلص، إذا
ينفذ، نبدأ بينفذ، ينفذ الهواء، فين كينفذ الهواء؟ ينفذ الهواء المستنشق، نعم، الغني بالأكسجين من الأنف ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى الرئتين مرورا بالمسالك التنفسية، ويطرح الهواء المزفر والغني بثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم قادما من الرئتين بعد تبادل الغازات من الدم أو مع الدم عفوا مع الدم على مستوى الأسناخ الرئوي. إذا التبادلات الغازية كتم على مستوى الأسناخ الرئوي. إذا نقرأ، ينفذ الهواء المستنشق الغني بالأكسجين من الأنف ليصل إلى الرئتين مرورا بالمسالك التنفسية، ويطرح الهواء المزفر والغني بثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم قادما من الرئتين بعد تبادل الغازات مع الدم على مستوى الأسناخ الرئوي. إذا هذا هو الملخص. ندوزو الآن إلى أطبق باش نطبقو داكشي اللي تعرفنا في هذا الدرس. إذن أطبق، تم قياس حجم ثنائي الأكسجين المنقول في المدة نفسها على مستوى أعضاء مختلفة، ويلخص الجدول التالي نتائج هذه القياسات معبر عنها بالمليليتر. إذن تم القياس ديال حجم ثنائي أكسيد الكربون أو عفوا ثنائي الأكسجين أو دو المنقول في مدة نفسها على مستوى أعضاء مختلفة، إذا عضو القلب، العضلات وأعضاء أخرى. نلاحظ عند النشاط بدني ضعيف الشدة 24 مليلتر ديال ثنائي أكسجين كاين في القلب، و50 مليلتر في العضلات، و194 في أعضاء أخرى. بينما لاحظ عند ازدياد شدة النشاط، نشاط بدني قوي الشدة 104 مللتر في القلب، 2702 في العضلات، 194 مللتر في أعضاء أخرى. السؤال هو أشرح كيف تتغير كمية ثنائي الأكسجين المستهلك بدلالة شدة النشاط البدني. إذن كيفاش كتغير الكمية ديال ثنائي الأكسجين O2 ياك O2 كيفاش كتغير الكمية ديالو بدلالة شدة النشاط، يعني نربطوه بشدة النشاط. إذن الأمر بسيط جدا، هو أنه كلما زاد أو زادت حدة النشاط البدني كلما زاد استهلاك ثنائي الأكسجين. إذن كلما زادت ماذا؟ زادت حدة النشاط البدني، من كلما زادت حدة النشاط البدني زاد ماذا؟ زاد استهلاك، إذن كيتزاد استهلاك ثنائي الأكسجين، ثنائي الأكسجين. نعم، إذن كل ما تزاد حدة النشاط ثنائي الأكسجين كتزاد الكمية ديال الاستهلاك ديالو. أعطي تفسيرا لذلك. إذن غنفسرو كيفاش غنفسرو، هو أنه العمليات التنفسية يعني الشهيق والزفير كتزاد بواحد الوتيرة اللي هي كبيرة. عند مثلا عند واحد النشاط اللي هو بدني كبير مثلا كرة القدم، يعني كل مرة انا كندير شهيق وزفير شهيق وزفير. في داك اللحظه ملي كنبدا ندير انا شهيق وزفير بزاف، المتطلبات ديال العضلات كتزاد، يعني العضلات كتولي تطلب بزاف الاكسجين، وبالتالي كيتزاد الطلب على الجهاز العضلي، طلب على الاكسجين. اذا التفسير هو انه غنفسر بانه تزداد ماذا؟ تزداد العمليات التنفسيه، عمليات تنفسيه شهيق وزفير، نعم، تزداد متطلبات الجهاز العضلي من ثنائي الأكسجين. نحاولوا تتبعوا معايا باش تعرفوا شنو كاين مكتوب هنايا. نعاود نقول التفسير، تزداد العمليات التنفسية شهيق وزفير، يعني الشهيق والزفير كيتزاد بزاف مع النشاط، وتزداد متطلبات الجهاز العضلي، يعني العضلات كتزاد المتطلبات ديالها من ثنائي الأكسجين. أمر بسيط جدا. نشاط رقم 2 هو النشاط الأخير، الأكسجين دو لاغ، يعني ثنائي الأكسجين ديال الهواء، باس دون لو سون، يعني كيدوز للدم أترافيغ لي زالفيول بولمونير، يعني كيدوز للدم
عن طريق ماذا؟ أسناخ رئوية. واش صحيح ولا خطأ؟ واش فغي ولا فو؟ طبيعة الحال فغي، لأنه حنا قلنا في الملخص بأن التبادلات الغازية مع الدم تتم على مستوى الأسناخ الرئوية. وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع أستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.